البصر ديالي تقريبا شي 20 ساعه ما ديباش حيت هاد العين الاسترية، وكنت انا خدمت ندير مناج في واحد لاجونس، وفي 2017 يعني هاد العين الاخرى حتى هي تاثرت لي صافي ما بقيتش نشوف بها حتى، يعني نشوف تاعي مشى، وحتى اللي كنت خدامه معاهم ما عاودوا لي حتى شي حاجه، يعني ما قالوش لي انا راه حنا غادي نخرجوك في حالك، هما عارفين الظروف ديالي وعارفين كلشي، قال لي غادي نتعاونوا معك على حساب باش تداوي عينيك. مشيت معاهم حتى سنيت على راسي في المقاطعه بان ما تنتسال حتى شي حاجه، انا ما عرفت حتى شي حاجه، ودابا خوتي راه قرني الكرا ولا القسم بالله الا قرني الكرا واحد طلعتي ما تقارت بزاف بالقياس، هزيت ولا هزيت وليداتي بوحدي ما الله لي عاوني عليهم. البنت دابا ما عندها مشاكل دايا مع الراجل وما ما عايشاش معايا، الدري مسكين توا تيخرج تيقلب على الخدمه ما تيلقاش، مي قاعد يخدم تيدوز ديك 6 شهور تيقول ليه سير حتى يكون عندك الدبلوم عاد تعاود ترجع لهنا، تيضل مسكين يضل توا يدور ما ما ما, ما كاينش، وانت شتي با راجل كبير ما يمكنش يخدم، والله العظيم لا كلشي مني قسما بالله الكرا مني الضو مني كلشي مني، وليدي غادي نقول لك والله العظيم كاين بعضنا ما تلقاوش حتى ما ناكلو قسما بالله العي العظم الى الله اللي تيشوف والله اللي تينظر، يعني تنطلبني ما توصل لك راه تنديرها بحال شي حماق ما تنقدرش باقي ما غادي نقول لك ما لا اله الا الله محمد رسول الله وصافي، قهرني الكرا وليدي والله الا قهرني الكرا بزاف. تيقول ما واش غادي تجمع الكرا ولا تجمع الضم ديال الكعده، تلاقى مع شي محسن تيقدر يعاون لي يعاونك في داك الكرا تيجيك الضو، وقرني الزمن بزاف قرني عيت عيت بزاف ما كتبش عليكم عيت. هاد الوراق دابا عطيتهم لهاد السيد، دابا حنا ملي دابا ملي جيت سكنت هنا لقينا المشاكل ديال الضو، هاد الناس ما مخلصينش الضو ديال 2020، دابا يلاه جاو الوراق ديال شهر 3 وشهر 4 يمكن فيهم حتى شهر 5، وانا ما عنديش زعما ما عنديش شي ماكينه تاع الصابون ولا شي اوتوماتيك ولا شي حاجه، والله العظيم الثلاجه دابا شاده غير بلاستيك والله القسم بالله ما حتى الثلاجه عندي خاطر ما عندي ما عنديش شي حاجه تتسلك فيها الضو بزاف، تندير الميناج عند الناس تندير مناج عند الناس وتنمشي نصبن عند الناس، وزعما كافحت بزاف مع ولادي تا تا كبروا تا مساكن ما لحتى ما عندهم ما ساعدهمش وصافي. ملي خدمت هذيك لاجونس تقريبا شي من 2010 وانا خدامه معاهم، هذيك كنت نخدم في الشمس وفي الشتاء وفي الباد تندير المناج عندهم، ملي شافوا البصر ديالي بدا تيمشي وتسمتوا صافي تخلاو عليا، ما وما قالوش لي بان راه غادي نعطيوك حسابك هذاك هو الحساب تاعك اللي غادي باش تمشي فحالك، عطاوني 140 الف ريال باش انا غير داوي عينيك الا كان شي فتيح ولا شي حاجه حنا غادي نتعاونوا معاك ولا حنا غادي نساندوك، ولكن راه ما داكش الشيك ما غادي يصرفوهش لك الا ما سنيتيش على واحد الورقه. مشيت مع السيد حتى سنيت على راسي بان راني شديت المستحقات تاعي، ولكن وليدي انا ما عرفتش ما ملي عاود رجعت عندهم يعني ما بقاش يستقبلوني كاع، ما خلاو لي لا خلصه ما خلاو لي حتى شي حاجه ما باش نخلص وليدي الكرا، والله العظيم لكن بعد النوم تنجيب طريقه قسما بالله العلي العظيم تنجبع غير بكا في الزنقه وتنترجى الله انا تنمشي حتى الجامع، يعني ماشي داك النوع اللي تيبدا يهضر ولا والله العظيم لا ديما تنمشي بهذا المشي حتى الجامع ديك الحرقه تاع الكرا وتاع الضو اللي تنغوت باش الناس غير يساعدوني على قلي على الكرا، لكن بعد النهار تنكون مريضه والله العظيم تنبغي نعس نستريح وما تنقدرش نخرج من ديك الوخا مريضه، وعايش معايا با راجل كبير انت شفتي يعني ما قدرتش نفرط فيهم ما خرجوا بيدي عيد بزاف والله الا عيت تولي تنخرج الزنقه اللي تدير بحال شي حمق حمق، بغيت نصطاف عقلي انا الكرا مرضني بزاف ولدي والله العظيم الا مرضني، انت وليدي خلي شي سكنه ولا شي حاجه فين نسكن ولا تعاونوا معايا المحسن على شي سكنه فين نرتاح شويه راني عييت والله العظيم لا عييت، لكن بعض النهار ما تنقدرش نخرج تنخرج دوبا مسكين الله العظيم هادي مات معاه تا هو عنده الطنسيو ديال العينين وما خصوش يقطع كاع واحد التقطيره مسكين دابا شي 4 شهور هادي قطعه ما عنديش باش غادي نشريها لي، ما حيلتي الكرا ما حيلتي الضو ما حيلتي المصروخ ما حيلتي هاد الزمر والله العظيم اللي كاين غات الا صباتي تقطع عليا حشيك والله العلي العظيم ما تلقاش حتى باش نشري قسما بالله العلي العظيم، وعييت بالدوره نتاع الزنقه ولدي والله العظيم لا عييت كاين بعدا تنخرج بالزز دابا انا مشيت دابا حدا الجامع والله العظيم حسيت مسكين هو اللي جاتني راه تحت حدا باب الجامع جاتني طاح ليا الطنسيو ولادي وليدي ما سكروا ليا حتى شي حاجه تاهما مساكن، البنت هي راه مزوجه ما عندها مشاكل مع الراجل وما تاهو ما خدام ما حتى شي حاجه وعلى قد الحال، والولد مسكين عطيه خرج تكتيك تاهو تيضل يدور في الزنقه والله العلي العظيم ما لقاش تاهو مسكين تاهو فاش يخدم، لا قطع الدراسه ديالو على قبل باش انه يتعاون معايا، ولكن راه وليدي ما مشى خدم في واحد لوزين ديال شتي البلاستيك واحد 6 شهور قالوا لي سير حتى يكون عندك الدبلوم عاود رجع لعندنا، دابا تيعاود يمشي لعندهم تيقول لي انت فايت ديز عندنا ما يمكنش تعاود تخدم عندنا، انا تنطلب من شي محسن الله يجعل صدر ربي يجازيكم بالخير ويسر امركم بلا ما تعاونوا معايا على شي سكينه الله يكثر خيركم اخوتي وليداتي وبنياتي لا بعاونوك بصيره الله يرحم لكم الوالدات والله العظيم ربي اللي عالم بحالي راه ربي اللي عالم تيشوف تينظر، انا عييت بالدوره نتاع الزنقه كاين
كانوا حاليا في الشانتي، الا بغيت نقطع الشانتي ولا والشمس ومريضه وانتم تشوفوا الحاله ديالي كي دايره. الله يجازيكم بخير، ما تخلوش عليا، الله يكثر خيركم. مولانا الكريم يستر امركم هذا ليله الجمعه.